العملات التي عثر عليها صياد السمك بديكدراخامات الإسكندر الكبير، وهي مصنوعة من الفضة، وجرى سكها قبل أكثر من 2000 عام في بابل فيما يسمى اليوم العراق. قبل هذا الاكتشاف في غزة، تم العثور على حفنة صغيرة فقط من هذه العملات، إذ سجلت 12 قطعة فقط رسمياً. تم توثيقها جميعاً وتسجيل قيمتها التاريخية. قيل لنا إنه عثر على العشرات منها في كنز غزة، لكنها الآن اختفت. بعد بضعة أشهر فقط، عرضت هذه القطعة للبيع في دار للمزاد في لندن يدعى روما نوموزماتيكس، وبيعت ب100,000 جنيه استرليني. تلتها هذه ثم هذه ثم هذه وهذه. منذ ربيع عام 2017 عرضت 8 دور مزاد عالمية 19 قطعة منها. لم ترد أي معلومات موثقة عن مصدرها في القوائم التعريفية لأي من هذه المزادات. عثر صياد السمك على العملات النقدية قبالة ساحل منطقة تسمى بلاخية، وهي تظهر اليوم كشريط ساحلي لا يثير الاهتمام، ولكنها في زمن الإسكندر الكبير كانت أهم ميناء تجاري في جنوب شرقي البحر الأبيض المتوسط، وعرفت باسم